بابلو إسكوبار أكبر تاجر مخدرات في تاريخ البشرية. تشير التقديرات إلى أن بابلو كان مسؤولاً عن 80% من الكوكايين الموجود في العالم وقت ممارسته لذلك النشاط. في أوج نشاطه كان مسؤولاً عن تهريب 15 طناً أو ما يعادل نصف مليار دولار من الكوكايين إلى الولايات المتحدة الأمريكية كل يوم. لكن إلى جانب إمبراطورية المخدرات فإن بابلو أدار إمبراطورية أخرى وهي إمبراطورية القتلة المتسلسلين. إنهم رجال موالون لبابلو وهم معروفون باسم سيكاريوس. أشهر أولئك الرجال هم باباي ولا كويكا وبلاكي. وإذا كنتم من متابعي مسلسل ناركوس على شبكة نتفليكس فمن المحتمل أنكم تعرفون هؤلاء القتلة بالفعل. في هذه الحلقة سنحدثكم عن حياة كل واحد منهم. لننطلق. سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ باباي يبدو اسم هذا الرجل لطيفاً لكنه اسم شهرة فقط. اسمه الحقيقي هو جون كايرو فيلاسكيز، وقد حصل على اسم باباي بسبب فكه البارز الذي جعله شبيهاً بشخصية باباي في أفلام الكرتون. نشأ جون في مدينة يارومال في كولومبيا، وقضى مرحلة شبابه كجندي في الجيش الوطني الكولومبي، وبعد ذلك انضم إلى المدرسة الطلابية للشرطة الوطنية. لكنه وقبل الالتحاق بتلك المدرسة قضى فصلاً دراسياً واحداً فقط في مدرسة تابعة للبحرية الكولومبية، وهناك تعلم جون كيفية إطلاق النار على الأعداء بدقة كبيرة، وهي المهارة التي ساعدته لاحقاً في القضاء على 257 شخصاً دون أي رحمة. وهذا العدد هو عدد الضحايا الذين اعترف جون بقتلهم فقط، أما العدد الحقيقي فهو أكبر من ذلك بكثير. كما شارك جون في الكثير من عمليات الاختطاف التي شملت المواطنين العاديين والشخصيات الشهيرة أيضاً، ومن بينهم فرانسيسكو سانتوس المترشح لمنصب العمدة، إضافة إلى المدعي العام كوارلوس ماورو هويس الذي قام جون بخطفه وقتله. ولذلك يمكن القول بأن هذا الرجل قادر على الوصول إلى أي شخص مهما كانت مكانته الاجتماعية. كل ما يتطلبه الأمر رصاصة واحدة من مسدس جون بأمر من إسكوبار. وإذا لم يفاجئكم عدد الضحايا الذين قتلهم باباي بنفسه فسوف يفاجئكم عدد الضحايا الذين تم قتلهم في عملية من تخطيطه. العدد هو 3000. نعم، وضع هذا الرجل خططا محكمة لاغتيال 3000 ضحية، ولذلك تم وصفه بالعبقري في عالم الإجرام. لكنه اليوم غير قادر على إيذاء أي شخص آخر لأنه لفظ أنفاسه الأخيرة منذ بضع سنوات. والجدير بالذكر هو أن باباي أكد خلال مقابلة تلفزيونية بأنه ارتكب أول جريمة قتل حين بلغ من العمر 17 سنة. في ذلك الوقت قام باباي بقتل سائق الحافلة الذي كان مسؤولاً عن وفاة والدة صديقه المقرب. وقد تحدث باباي في تلك المقابلة عن عمله مع إسكوبار، حيث أكد أنه بدأ العمل لصالح إحدى صديقات بابلو وانتقل للعمل مع بابلو بعد أن غادرت الفتاة التي وظفته البلاد. وقد قضى باباي الفترة ما بين عامي 1992 و2014 في السجن بعد أن وجهت له المحكمة تهماً بالقتل والابتزاز والإرهاب وتهريب المخدرات. وبعد خروجه من السجن ببضعة أسابيع عام 2014 عاد إليه مجدداً بتهمة الابتزاز. أنشأ باباي خلال فترة حريته القصيرة قناة على اليوتيوب ليتحدث عن تجاربه الفريدة من نوعها، وادعى خلال بعض المقاطع التي نشرها بأنه واثق بنسبة 80% بأن نهايته ستكون على يد العصابات التي لديها الكثير من الأسباب لقتله. لكن ذلك لم يحدث، حيث لقي باباي حتفه بعد إصابته بسرطان المعدة. لا كويكا، إنه الرجل الأكثر قسوة بين رجال بابلو إسكوبار. اسمه الكامل دانديني مونوز موسكيرا، وقد شق هذا الرجل طريقه إلى عالم تجارة المخدرات بعد أن تم تسريحه من الجيش الكولومبي لتورطه في جريمة سرقة. التحق دانديني بعدها بعصابة بابلو إسكوبار المعروفة بعصابة ميديلين، وحصل على لقب لا كويكا الذي يعني الفتاة السمينة، وذلك بسبب الشبه الكبير بينه وبين عمته. سرعان ما تم ترقية دانديني بسبب تفانيه في العمل، وأصبح من أكثر الأشخاص الموثوقين لدى إسكوبار. تم تكليفه بتنفيذ عمليات الاغتيال، لكنه لم يكتفي بذلك، بل إنه حرص على إحضار العديد من الأطفال المتشردين وتدريبهم لتكوين جيش من القتلة المأجورين لصالح العصابة. أما عمليات القتل التي نفذها بنفسه فقد تميزت بترك علامة خاصة على جسد الضحية كاعتراف من دانديني بأنه مسؤول عن تلك العملية. اعتمد دانديني على أساليب قتل بشعة لدرجة أنه سلخ بعض ضحاياه وهم على قيد الحياة.
نشأ دانديني في عائلة متواضعة، والده شرطي ووالدته عاملة كمبشرة في الكنيسة. لطالما رغبت السلطات الأمريكية في مطاردة دانديني، لكنها لم تكن قادرة على فعل ذلك بسبب العوائق القانونية. وهو الوضع الذي تغير عام 1989 بعد حادث انفجار طائرة الرحلة رقم 203 من بوغوتا إلى كالي. إنه الحادث الذي تبعه تصريح من إسكوبار قال فيه: إذا أردت قتل شخص واحد فإني لا أمانع تفجير حافلة أو طائرة بأكملها. حيث اعتمد إسكوبار على دانديني لتفجير طائرة بأكملها، مما أسفر عن موت كل ركابها البالغ عددهم أكثر من 100 راكب. وقد كان هناك راكبان أمريكيان على متن الطائرة، مما أعطى السلطات الأمريكية الحق في متابعة دانديني بموجب القانون الفيدرالي لعام 1956 الذي يجرم استهداف الطائرات المدنية، إضافة إلى قانون مكافحة الإرهاب لعام 1986 الذي يسمح للعدالة الأمريكية بمحاكمة المجرمين الأجانب في حالة تواجد مواطنين أمريكيين ضمن ضحايا العمليات الإرهابية. ربطت السلطات الأمريكية اسم دانديني مونوز موسكيرا ب 220 عملية قتل، في حين ربطت السلطات الكولومبية نفس الاسم بأكثر من 440 عملية قتل. وبحلول عام 1994 تم القبض على دانديني وأدين بالسجن لمدة 45 عاماً، وهو اليوم يقضي عقوبته في سجن سيء السمعة. والمثير للدهشة هو نفي الأخير لكل الجرائم المنسوبة إليه، حيث أكد دانديني في حوار صحفي أن الحكم ضده لم يكن عادلاً كون السلطات لا تمتلك أي دليل مادي يثبت تورطه في الجرائم المنسوبة إليه. وأخيراً بلاكي. ولد هذا الرجل في كولومبيا واسمه نيلسون هرنانديز. حصل على هذا اللقب بسبب أصوله الإفريقية. كان نيلسون مقرباً من بابلو إسكوبار الذي وظفه كقاتل مأجور، وقد كان رجلاً موثوقاً بما يكفي لدرجة أن إسكوبار لم يمانع اصطحابه معه إلى أي مكان. اشتهر نيلسون بعملية الاغتيال الوحشية، إضافة إلى عملية الاختطاف ذات التخطيط المحكم، حيث قام بنفسه باختطاف كل من بارون المخدرات المكسيكي فيليكس جالاردو وميغيل أنجل وإيزابيلا باتيستا ونقلهم إلى مقر العصابة في ميدلين. كما ساهم نيلسون في إنقاذ بابلو إسكوبار في العديد من المواقف السيئة، وذلك بمهاجمته للقضاة وإحراق الأدلة التي يمتلكونها ضده. كما نفذ نيلسون واحدة من أهم العمليات على الإطلاق، وذلك باغتياله لأحد زعماء العصابات وهو كيكو مونكادا، إضافة إلى تنفيذه لعملية تفجير مركز الشحن التجاري في بوغوتا عام 1993 عن طريق زرع 110 كيلوغرامات من المتفجرات في سيارة وتفجيرها أمام المركز. تسبب الحادث بمقتل 20 شخصاً وجرح 70 آخرين. وبمجرد أن شاهد نيلسون ما يحدث من خلال التلفزيون شعر بالذنب وفهم أن العمل مع إسكوبار كان قراراً خاطئاً. بعد ذلك بفترة قصيرة تم تكليف نيلسون بالإطمئنان على ماريا هيناو زوجة إسكوبار وابنته مانويلا. وقد كذب نيلسون حينها وأخبر إسكوبار بأنه قادر على رؤية الزوجة والابنة من نافذة الفندق حتى لا يجبره إسكوبار على البقاء هناك إلى غاية الإطمئنان عليهما. لكن بعد نهاية المكالمة مباشرة تم اعتقال نيلسون بالقرب من الهاتف العمومي. تم استجوابه من طرف العاملين خافير بينيا وستيف ميرفي، وأثناء الاستجواب قدم لهم العديد من المعلومات التي ساعدت في القبض على خوان دييغو دياز، وهو اسم آخر استعمله دانديني مونوز موسكيرا المعروف باسم لاكويكا والذي تحدثنا عنه في هذه الحلقة. وقد حصل نيلسون على حكم مخفف أمام القضاء بفضل المعلومات التي قدمها. أما اليوم فلا أحد يعرف مكان تواجده أو حتى ما إذا كان على قيد الحياة. إن عجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضاً متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم؟